مرحبا فيكم حبايبي برج العذراء شوف اذا برج العذراء شو طاقته اول شيء قبل فتره صار في عندك خراب صار في عندك انكسار الان يعني هاي الفتره رح تحاول طول الفتره الجاي وانت ترمم مثل ما بيقولوا جراحاتك في شخص رح يساعدك في الموضوع انا بشوف هذا الكرت ممكن يشمل اي شيء العمل المال الحب العاطفة لانه جامع كل اشي بنفس الكرت فبشوف في في شخص عم بيساندك لحتى يعني تمر خلينا نقول تمر من هاي الازمات كلياتها او يرمم لك جروحاتك معك انت ما رح تكون لحالك على فكره آه خلينا نفتح مثلا هون أو حبايبي يعني الكروت بيتغير معناها حسب ايش في بجنبها إيش في فوقها تحتها ف. خلينا نشوف بشكل عام لبرج العذراء شو مخبيت له الكروت زي ما قلت لك عم بترمم موضوع وعم تحصل على النتيجه اللي بدك اياها اه روحك عم تتشافى جسمك عم يتشافى اذا كان في عندك على فكره عم بشوف في يا عمليه جراحيه مش عندك انت عند شخص اه بخصك ولكن هاي العمليه يعني اللي هي رح تمر على خير لانه مبين انه في عنا يعني زي دعوات زي شيء لحتى هذا الامر يزول وعم بشوف الموضوع بتحقق يعني عم تتحسن الصحه لهذا الشخص ممكن تكون انت يعني بس الاكثر انه من العائله عم بيعاني من شيء معين مرض معين عمليه جراحيه ف زي ما بين هون تحت هذا الكرت في نجاح بالموضوع والصحة رح تكون تمام لهذا الشخص يمكن يكون شخص عزيز عليك كتير ممكن الوالدة ممكن ال... مش عارفة بس عم بي... يعني بالعكس عم تتحسن صحته ويصير احسن منك انت يعني انه احسن من الانسان الطبيعي رح يهتم بصحته كتير هو شخصيا لا شايف هذا الموضوع عم بتم على نجاح برج العذراء طبعاً من الأبراج اللي عانوا كتير بالفترة الماضية داقوا الأمرين يعني زي برج التور تقريباً والله كل الأبراج كانت تعبانة وعم بشوف في استمرارية شوي بالتعب ولكن في بشائر خير في بشائر خير كتيرة عم بشوف بالورق لكل الأبراج كل التحديات اللي عم بشوفها بشكل عام بالأبراج عم بتعلمنا هلأ هل يعني زحل عم بعلم الكل عم بكافئ الناس اللي كانت تشتغل بجد وعم يعني عاقب الناس بسموه المعلم الأكبر عم بعاقب الناس اللي شوي يعني انظلموا بالنتيجة كمان عم بيختبر عم بيختبر الصبر عند الشخص عشان يكافئه بعدين عم يختبرك اذا انت قدها ولا مش قدها في في نوع من ال... عند كل الابراج عم بشوف نفس ال... خلينا نقول النقطه انه عم بيصير في عندهم تحديات هذا العامل المشترك في كل القراءات فما تفكر حالك انت صاحب اي برج ما تفكر حالك انه انت الوحيد اللي اللي عم بتعاني او في عندك تحديات الكل عم بتصير في عنده تحديات عم بشوفك بتنتقل من ممكن مسكن لمسكن ممكن من بلد لبلد أكتر شي من بلد لبلد عم بتسعى لهذا الموضوع ولكن أنا بقولك مش هاي الفترة يعني هاي الفترة ما ما كتير أنا بنصحك بموضوع السفر أنت حابب تغير فممكن تغير مسكن ممكن تغير أي موضوع الشغل الشغل لا, لا تغيره يا عدراء خليه زي ما هو منيح شايفه شغلك منيح وفي تطورات في المستقبل فخليك في شغلك لانه في ناس عم بتفكر بتغيير العمل بالتغيير بشكل عام فبقول لك العمل ما تقرب منه خليه ماشي بالنسبه لهذا الكرت كمان بشوف ممكن يمس العاطفه ممكن تروح من من اقصى البرود لاقصى الازدهار الحياة عم تعيش مشاعر جديدة عم بتعيش مشاعر جديدة مع شخص إما جديد ممكن يكون هوائي أو ناري أو مع شخص قديم موجود في حياتك من قبل عم بيصير في التقاء بيناتكم ولكن أنت وياه عم بتكونوا عكس بعض عكس الشخصيات يعني شخصيتك أنت حامي كتير هو بارد كتير هو عم بفكر كتير أنت ما بتفكر يعني بغض النظر عم بيكون في اختلاف كبير مش بس بالأمور الخارجية يعني كعقيدة كبلد كجنسية كعمر لأ حتى بالشخصيات نفسها عم بتكونوا معاكسين أو مكملين خلينا نقول لبعض فأنا بشوف أنت موجود مع الشخص اللي بناسبك. اه تحتيها مباشرة شايفة برضو في سفر هون يعني فرصتك بالسفر يا يعني عذراء كتير كبيرة اه خلال فترة ما بعد هذا الشهر يعني مش بهذا الشهر بعد هذا الشهر خلال هاي الفترة اللي احنا عم نفتح عليها عم بتكون في اخبار حلوة اه عم نوقع على ورق عم بيصير في اشياء حلوة من ناحية السفر عم توصلنا تطمينات اه ولكن السفر نفسه راح يكون بعد هاي الفترة على الأغلب. آه كمان بشكل عام آه رح تواجه حدا إما بمحكمة بقضية أو أمر بتعلق بالمال عم بتواجهه إنك بدك حقك أو هو بده حقه آه عم تتع... يعني عم تحصل على اللي بدك إياه في هذا الموضوع عم تنتصر في هذا الموضوع إذا كان محكمة مثلا حضانة أطفال أو على مال معين على شيء معين أي شيء في محكمة في قضايا في أمور مالية أنت عم بتكون أكثر يعني الكفة رح ترجح لإلك أنت شايفيتك بهاي الفترة ما عندك شلاده للصبر يعني ما عم تكون صبور بدك بسرعة النتائج مليت وفعلا يعني العذراء كتير كتير استنى فمن حقك يعني بس التغيرات ما رح تكون اللي هي كثيرة بهاي الفترة لأ شوي شوي عم تتغير للأفضل المهم إنها تتغير للأفضل فنكون بس صبورين شوي عم بشوف ناس بتدرس ولكن عم بتضيع كتير وقت عم بتضيع فرص عم بتضيع مش عارفة ما عم تكون كتير مركزة في الدراسة فنصيحة لبرج العذراء اللي عم يدرسوا أو عم يقدموا لمنح عم يدرسوا دراسات عليا خاصة اللي يعني بلد تاني غير الوطن لا يهتموا في هذا الموضوع كتير لأنه يعني رح يكون كيف رح يكون هو الفاصل في حياتكم رح كتير تلقوا يعني نتيجة جدا حلوة ومضاعفة ولكن لازم كتير انك يعني فعلا تركز على الموضوع ولازم تحاول اكثر من محاوله ما تيأس بسرعه لانه شايفه بهذا الكرت شوي شعور بالياس شوي انك مليت يمكن من الدراسه من موضوع معين وممكن يكون مش بس بالدراسه ما عم يكون عندك صبر فبنقول لك لا في لازم يكون في صبر لانه في بالنهايه راح يكون في عندك شخصين بيساعدوك أو شخص بيساعدك في موضوعين أو موضوعين راح يمشوا موضوعين راح يمشوا عندك عن أنت تستنى يعني فيهم فترة طويلة هدول الشغلتين طبعا أنا ما بعرفهم أنت اللي بتعرفهم يعني ممكن يكون موضوع عاطفي زائد موضوع عمل ممكن يكون صحة زائد عمل المهم في موضوعين في مجالين أنت عم تستنى فيهم فرصتين او عم تستنى او امنيتين عم يعني بتستناهم عم بيكونوا بين ايديك في اقرب وقت. عم بشوفك هاي الفتره شوي عم تهتم بنفسك اكثر. عم تتطلع على نفسك أكثر مش أناني يعني لا وكأنك تعبت من الاهتمام بالناس وما عم حدا يهتم فيك عم بتكون شوي تهتم في نفسك وهذا إشي رائع يعني بالعكس عم بتحب عيوبك عم تتقبل نفسك كما هي هذا الشيء كله بيزيد طاقتك كله عم بيصير عندك طاقة إيجابية في هذا الموضوع وكأنه الطرف الثاني عم بحسسك أنه أنت شوي يعني عم بتكون قليل او يقلل من قدرك ولكن انت عم تعمل العكس بالعكس عم تنمي حالك عم بتكون بتشتغل في في اتجاه معاكس ما عم تحقق اللي بده اياه خلينا نشوف بالعاطفه شوي لبرج العذراء او راح اعتمدهم على فكره لا والله ما راح اعتمدهم لانه تكرروا <applause> خلينا ناخد كروت بشكل عشوائي عشان ما يتكرروا شوف هون بشوف في عندك صراع مع الشريك رح ينتهي هذا الصراع على خير عم بتكون كتير عصبي على الشريك او الشريك عصبي يعني هاي القراءة بتكون عامة وعكسية القراءات العاطفية مثل ما بتعرفوا عم بتكون كمان بدك تستعجل بالعلاقة بدك تعمل تطورات كبيرة بالعلاقة عم بتروح العلاقة لناحية جدية أكثر ما هي آه كنت أنت مبلش يمكن في العلاقة كهيك آه أنت أو الطرف الثاني آه كعلاقة عابرة أو علاقة عادية ولكن عم بشوف تطور في هاي العلاقة شوفوا هون العلاقة الثلاثية عم تنتهي في في طرف ثالث في عائق يمكن يكون في كذا هذا عم ينتهي لأنه الكارت طلع مقلوب فنكون مطمنين إذا كنا عم شاكين أو كذا بالشريك او بخيانة الشريك قلت لك قبل شوي انك عم تهتم في حالك فبين عنا انه من ناحية عاطفية تكرر عنا تقريبا نفس المعنى I am always rewarded for all I do يعني انت بتستحق كل اللي اللي عم تعمله عم تستحق انك تاخذ الجائزه عليه او انك تربحه فعم بشوف عم تضيع مش عم بتضيع عم تبذل جهد كبير بالعلاقه وهذا ما راح يروح عليك انت مفكر انه انت الخسران او راح عليك كثير لا مبين كثير انه شوف في هاي الفترة كان عندك طاقة سلبية ما بعرف شو هي يعني حسد عين سحر ما بعرف هاي عم تنتهي هذا الشهر ليش لانك عم تستشفى بايديك التنتين عم بتحاول الاستشفاء عم بتحاول انك تستشفي شوف هاي الامور كانت مسبب كانت مسببه تاخير معين تاخيرات في الحياه في العلاقه العاطفيه بما انه فتحنا على العلاقه العاطفيه ولكن شوفوا ايش في ورا ورا الاستشفاء في ورا الاستشفاء كتير أمور أو أماني رح تتحقق وكأنه هذا الموضوع الطاقة السلبية كانت حاجز بينك وبين أمنياتك فبشوف أمنياتك ممكن تكون في الحب يعني أكثر من ممكن تكون في مواضيع تانية مع أنه إحنا فتحنا على القراءة العاطفية قلنا انه جلد الذات او التفكير في الاخرين رح يقل رح تفكر اكثر في حالك دائما كنت تسال عن الشريك او تهتم بالشريك زياده عن اللازم الان عم تنقلب الايه هو عم بيكون كتير معصب وستريس في الفتره الجاي عم بحس انه انت عندك طرف ثالث ممكن عم يشك شوي عم بيغار شوي وهو المطلوب فعم بشوف كتير انت عم تربح المعركة ولكن خلينا نقول بسلاح ناعم بطريقة ناعمة مع انك بالماضي كنت تستنى الكارما كنت بدك حبيبك او شريكك يكون خلينا نقول في ضائقة في مشكلة في كذا فلا بالعكس انا بشوف في التقاء بيناتكم هون بشوف العزاب العزاب في فرصه حلوه يعني قدامكم خاصه من برج مائي ممكن يكون في ناس رح تترك القديم وتبلش قصه جديده تبلش قصه جديده مع شخص جديد مختلف تماما في الصفات من عن الشخص القديم برضو يكون مائي شايف هاي الحياة الجديدة رح تكون أحلى رح تكون فيها مشاعر أكتر فيها عدل أكتر إذا هذا كان بشكل عام للعاطفة الطاقات زي ما إنتو شايفين في ترابية في نارية وعم بتكون كمان مائية وفي برج الدلو كل شوي بيطلع لي <applause> في عندك حبيبي كمان انتصار بالعاطفة انتصار مؤجل لكنه مية بالمية رح يتحقق كارت طلع مقلوب في تأخير بهذا الموضوع ولكن هو موجود رح يتحقق يمكن مش بهاي الفترة اللي احنا قلنا عليها يمكن انتصار هو على طرف ثالث لأنه الطرف الثالث بين عنا بوضوح فخلينا نشوف بشكل عام شو النصيحه اللي ممكن تقدم لنا اياها الكروت لبرج العذراء آه بيقول لك عم تهتم كتير بالتفاصيل عم بتفكر عندك مخاوف كتير كبيرة مش بمحلها في عندك توترات مش في محلها ما في شيء تتوتر علشانه أو كذا عندك مخاوف من شيء معين مخاوف ما عم بتكون برضو بمحلها كل جملة عم بتخلص بمحلها كتير قلت كلمة بمحلها طيب فبيقول لك اطلع من هاي الطاقه اطلع او انك كمان عم بتفكر بنطاق ضيق ضيق عم بتفكر ما عم تشوف الحياه يعني اطلع برا وشوف البيرسبكتيف شوف حياتك كلياتها اكتبها يعني مش تكتبها على ورقه يعني حاول انك تشوف ابعد من هيك خلينا نشوف كرت ثاني للعذراء أه بيقول لك هون انه الجا للاخرين الجا للشريك ممكن يكون عكسي كمان ممكن يكون بس هذا إلك مش للشريك بيقول لك ممكن تستعين بالشريك او شخص مقرب منك لحتى أه يعني لحتى تمشي بازمة معينه لحتى تنهي ازمه معينه في رح تكون عندك أزمة هيك على الماشي يعني ما مش لفترة طويلة اللي هو موقف مشكلة صغيرة كذا المهم يعني موضوع رح يتم بالأخير رح, رح تنجى منه أو رح تخلصه على خير بس بقول لك انه في ناس ما إلها ايدك فما تطنش ممكن الشريك عم بيطلب الرجعه انت ما عم تعطيه ايدك او ما عم تحاول فبيحكي لك انه لا اقبل خلينا نشوف مثلا هدول ايش بيقولوا لنا الله اكبر عم بيقدن هون بحكي لك شوف هون انا بشوف طاقة سحر طاقة اللي هي مش السحر السحر لا انك انت رح تكون ساحر انت ساحر حبيبك ساحره باشياء كتير من برا ومن جوا يعني كشكل ك مظهر كيف بتلبس بتحكي بتتصرف عم بيكون كتير معجب فيك او ممكن يكون شخص جديد معجب فيك